في الحرب وظلامها لمعت في رأس شاب يدعى إدوار مونا فكرة مجنونة، نفهم ذلك، كانت حلما يراوده ورؤية يتطلع إليها، نفهم ذلك. أبصرت شركة ستات النور من على مكتبته في غرفته، أيضا نفهم ذلك، على أن ما لا يمكن أن نفهمه أن تنتهي اجتماعات مجلس إدارة شركة ستات في غرفة السيد منى، ومتى؟ بعد أن أضحت شركة إحصاءات عالمية تدعى إبسوس. أكذب ثم أكذب ثم أكذب ثم أكذب حتى تصدق. حاشا قطاع الإعلانات والإحصاءات في لبنان، ولكن اسمحوا لنا أن ندقق في بعض ما تقوله شركة إبسوس العالمية، واسمحوا لنا أن نشكك فيما يخرج عنها من إحصاءات. بيقربكن أستاذ لي اللي بيشتغل بالشركة؟ ابني لواء. هلأ إذا نحن كنا قدام حالة إنه شركة عالمية في جزء منا اللي بيمثلها رجع من مستوى العالمية للعائلة، منكون قدام وضع خطير. هذا خطأ غير مقبول أبدا، هذا بينسف كل المعادلة. الإحصاءات أكسجين التلفزيونات، لأن أرقامها وببساطة هي المعطيات التي يركن إليها المعلن أو الوكلاء الإعلانيون، وعلى أساسها يجرى توزيع ما يعرف بكعكة الإعلانات. وعليه فإن تلفزيونا له 20% من نسبة المشاهدين سينال ما يعادلها من حصة الإعلانات. من هنا فإن التزام شركة الإحصاءات بالمنهجية المتبعة أمر بالغ الأهمية، والمنهجية المتبعة في لبنان هي البيبول ميتر، حيث توزع أجهزة إلكترونية على عدد من المنازل تعادل تقريباً 600 منزل، وتقوم هذه الأجهزة برصد ما يشاهده أصحاب هذه المنازل. ولكن ماذا إذا حصل تلاعب في اختيار العينات؟ 6 تلفزيونات لبنانية من بينها 8 طالبت إبسوس بالتوقف عن إدراجها في إحصاءاتها التي توزعها على شركات الإعلانات. جاء ذلك بموجب عريضة أرسلت إلى قضاء العجلة على خلفية تشكيك هذه التلفزيونات في النتائج التي تقدمها إبسوس. ردت إبسوس اللبنانية بأن شركتها الأم هي على تحالف عالمي مع شركة نيلسون العالمية التي تتصدر سوق شركة الإحصاءات في العالم، وبأن نظام البيبول ميتر الذي تعتمده للخروج بإحصاءاتها شفاف ولا يمكن التلاعب به. حقا تستند إبسوس في ردها على دعامتين، الأولى هي عالمية الشركة انطلاقا من كونها إحدى شركات إبسوس الفرنسية، والثانية هي نظام البيبول ميتر الذي تقوم إحصاءاته على أجهزة إلكترونية تزرع في عدد من المنازل. في هذا التحقيق الاستقصائي من 4 أجزاء ستفند الوحدة الاستقصائية الملفات التجارية لشركة إبسوس في لبنان لتكشف الخيط المحلي والعائلي من ذاك العالمي، وستمتحن التزام إبسوس اللبنانية المعايير الأخلاقية في اعتمادها نظام البيبول ميتر بما يحول دون التلاعب بنتائج أو يؤدي إلى تدبيرها مسبقا. غدا إبسوس تتحدى الملل. نعم مفهوم. بأي حالة من الأحوال بالحالات المدنية والتجارية دائما دائما المبدأ العام، إذا كان الشخص يوقع بالوكالة وجب عليه ذكر بالوكالة مع ذكر اسمه الثلاثي قبل التوقيع.